لو الحكاية فيها إن فيجو محمد البكري. طيب عندك كم سنة؟ عندي 66 سنة. 66 وابوك. انت شغال فين؟ معاش بوك سلاح. تمام. المحاربين كلنا كل المحاربين بيأيدوني، وانا جيت مندوب عنهم. جيت مندوب عن ايه؟ المحاربين كلنا اللي هما مين؟ واحد دلوقتي بيتطمن عليا عن ايه؟ يعني انتوا عاملين مثلا زي كلنا مش عاملين ده كلنا وعطاك كل الجن بيحبه، بس انا عشان معاش اقدر اقول هو ما يقدرش يقول احنا هنقول. انا عشان ربنا يخليك يا حاج، ربنا يقويك، ربنا يحميك يا مصر. مش ايه سبحان الله، ده راجل عمل حاجات بتتعمل من 40 سنة ما اتعملتش من 40 سنة. الحاجات اللي بيعملها دي نوع، وعددنا بيزيد اكتر من 100 مليون. ربنا معاك، ربنا يعين علينا فعلا. طب اليافطة النهارده جاي بيها تقف ليه؟ اقف لغاية ما ان شاء الله بالليل. والله ما انا ماشي مع حد ما تقول امشي بالليل ان شاء الله، بس اي حد مش ماشي انا مصمم اقف لغاية الدنيا وخارج رحيل. انا بحبه وبحبه فعلا، والله بحبه. وعند السعدان اضحى بصديقه اللي عمل اللي ما عملوش قبليه. فيجو